أدعوك دكتور لمتابعة مادة فيلمية أخرى. طيب الأستاذ إسلام بحيري في مادة فيلمية أخرى. لا أنا داخلهم في حتتهم اللي هو الحاجات التابو اللي فاكرين محدش بيفهمها، علم الحديث والمشاعر، فخليتها أضحوكة عند الناس. وأنا دايما بقول إن هو علوم تافهة، زائد إن الدين ما ينفعش يبقى علم أساسا. ما كانش المفترض الدين يبقى علم، الدين ده تجربتك الشخصية. يعني إيه علم؟ يعني إيه؟ يعني إيه ما أنت ما تتكلمش تسمع الكلام؟ لا مش هيسمع الكلام خالص. وبعدين مسكت الخمس قيود كلهم اللي فاكر حلقات من شهرين ثلاثة، أجمع العلماء واتفق متفق عليه والكل الهزار ده، فهم يجمعوا يقعدوا في اوضه زي دي ويجمعوا حبيبي شكرا اتفضل. بس احنا بقى يعني انا مع بس كده نعمل احنا فكر ونجمع عليه. وبعدين يجي واحد بالخسيس يقول احنا مالنا باللي قبلنا نجمع، والا يعني ايه النص الديني متحرك ودايناميكي؟ والا ده كلام فاضي. هم قالوه مع وبعدين قصدي القرون دي مقدسه، فرحت هادمها لهم برضه. طب اصل في بقى معلوم من الدين بالضروره، فرحت يعني فاهمه يعني انا مركز ايه هو اللي حصل في ال 1700 في ال 1400 سنه بالذات ال 700 الاولى، دول كانوا اكبر كارثه في حياتي. اذا كما تابعنا الان وصف صريح للحديث النبوي الشريف بانه من تفاهات او العلوم التافهه، ورحت داخل لهم في حته كذا بوظتها خالص، ودخلت في كذا خربتها خالص وهكذا. تمام. فانا مش بضحك بس ضحككم والله، بس الموضوع فعلا خرج عن السيطره. شوف يا دكتور محمد، بالنسبة اللي اسمه الإسلام، طبعا كل إنسان يعني له حقوق معينة، لكن في الحرب على الدين والتجني على الدين أو عايز يجي لمؤاخذة هو اللي يقودنا بقى في هذا الأمر، تعال نشوف إسلام. إسلام مش بس بيطعن في الأصول والثوابت، يتكلم بلا علم، مش كده بس يا أخي، ينظر لما يأمر به القرآن ويخليه منعا، يأتي إلى نوافل القرآن يخليها هي المأمور به مع احترام، يعني ينظر في الأحكام ويدمر الأحكام. مش جاهز دكتور سوء تحليل مثلا، يعني تحليل. هو مش قاصد، يعني هو مش قادر يحلل صح، مش قادر يستنبط صح. هو كان من المجتهدين، بجد والله هو كان من الأئمة المجتهدين. يا دكتور محمد عشان تبقى إمام في علوم في علوم القرآن وتبدو مرحلة الاجتهاد، أقول لك ماشي بس مش في الله يا رجل. أقول لك على حاجة، يعني إما أجي أقول لك مثلا اسمع، مثلا إما أقول بكلام الإسلام يقول بالحرف الواحد كده لعنة الله على الخلافة وعلى أي خليفة يعني على الخلافة الإسلامية وعلى أي خليفة إسلامي، يعني يقصد على بالنسبة أهو ما أنت عارف من الخلفاء، مش عايز تقصد بس أسماء. تعالى بعد كده يا دكتور محمد يقول لك لا حقيقة لما يسمى بأن الكفار هم وقود النار. لا إله إلا الله، ما فيش حقيقة، بيقول لك كده لا حقيقة لما يسمى بأن الكفار هم وقودنا، أما الوقود النار مين؟ المسلمين. لا إله إلا الله. وأنت تقول لي لا مؤاخذة جاهز تحليل إيه ده؟ لا تحليل ولا تشريح ولا تشريط ولا تقطيع ولا كلام ده على الإطلاق. حد يقول كده على ظهر الكوكب الأرضي؟ أمال هي النار معمولة لمين يا دكتور محمد؟ ده أنا لو سقت لك الآيات الحين، لا الحلقة ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها، تكفي بس سياق الآيات، مش بقول الأحاديث. معايا دكتور محمد؟ وأنا بقول للناس احكموا أنتوا يا عالم. عندنا واضح وعليكم وقود النار. طيب النقطة الثانية بيقول كده، بيقول إيه؟ أن الكفر بالنبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم كفر دون كفر، يعني كفر ما يكفرش، كفر أصغر. خد طال عرضك زي يعني واحد لا يؤمن بالنبي محمد، كافر بالنبي محمد. ما هو كافر بالنبي محمد يبقى كافر بالقرآن، لأن القرآن أنزل على النبي محمد. كافر بالنبي محمد يعني كافر بالصلاة، لأن الصلاة فرضت على النبي محمد. كافر بالنبي محمد ما فيش زكاة، كافر بالنبي محمد ما فيش حاجة، كافر بالنبي محمد ما فيش توحيد، ما فيش توحيد، لأن اللي قبل مننا ما مش عندهم التوحيد. كلمة التوحيد أصلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بالضبط كده. وخلي بالك يعني اللي قبلنا مثلا وقالت اليهود عزير ابن الله، لما تيجي اللي بعده مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، إلى آخر هذه الأمور. طيب أنا ما أنظر بقى يا عم الدكتور محمد لحدة إن الكفر بالنبي محمد ده كفر أصغر ما يكفرش ولا يخرج من الملة على الإطلاق. طيب لما ما يخرجش عن الملة وهو مايلك هو إنه هو كفر بالنبي محمد، اللي يبقى لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا توحيد. يا راجل أنت عندك الدليل في الحديث الصحيح يا دكتور محمد، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. نعم. ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى
حتى يقيم به الملة العوجاء بتاع اليهود والنصارى، حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة. نعم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لو جبنا الأدلة الوقت يا عم الدكتور محمد هي كثيرة جدا. نعم. ولذلك ما أنت قلت الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الشهادة مقرونة يا مولانا، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد فلا وربك رسول. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا. نعم. طيب بيقول بعد كده أن أسباب النزول أكبر كذبة، يعني اللي هي الأحاديث الوردة في أسباب نزول الصور والآيات بلدي أكبر كذبة، ده اللي هيصحح لنا الدين وينورنا يا عم الدكتور محمد. ضم طيب. الحقيقة تبقى فيه استخدام ألفاظ أكبر وأفضل وأحقر ليه بقى هل هذه الألفاظ الدكتور تصدر من الباحثين أصلا؟ يمكن يعني هل في باحث عنده إيمانة علمية؟ أنا قلت لك النبي نفسه محمد أنصف الشيطان لما قاله صدقك وهو كذوب. نعم. يا دكتور محمد ما في باحث على ظهر الكوكب يكون دي مصطلحاته على الإطلاق، مش كده وبس يا دكتور، اللهم إلا إذا كان في دليل يقطع بذلك بكلمة على وزن أفعل دي. طيب في نقطة تانية يا عم دكتور محمد، لو أن إنسانا شم رائحة العلم الشرعي ولو أن إنسانا حتى لا يؤمن بمثل هذه الأمور لا يمكن أن يتلفظ برضو بهذا الغل على الإطلاق، لكن المدعوم هو الذي ينطق هذه الألفاظ. طيب يا دكتور محمد بعد كده بقول إيه يا دكتور محمد؟ بقول أن النبي محمد أراد الانتحار من على رأس جبل. يا رجل احنا جبنا الروايه دي وبينا الرساله اللي فيها دكتور محمد وبينا، يعني انا عملت معاك فيها حلقه ومع الدكتور محمد خالد فيها حلقه واثبتت تماما ان الروايه غير صحيحه على الاطلاق. مش مشكلتنا انك بتجيب حاجات مع احترامي غير صحيحه لانك ما انتش عارف، لا تستطيع انك تميز ما بين الصحيح وغير الصحيح، ولذلك ان لك وانت لا تستطيع التمييز ان تجدد لنا الخطاب الديني او انك تنورنا، ده انت هتظلمنا وتخليها كح. خلاصته يقول لك أن النبي لم يحكم على أحد قط أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. يا رجل إمال العشرة المبشرين بالجنة دي إيه؟ إمال سبقك بها كذا إيه عكاش؟ لو أتينا بالأدلة الكثيرة جدا جدا حاكم. وبالنسبة لأهل النار ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أبو لهب هيبقى فين؟ هتعمل زي اللي يقول أبو لهب ممكن يخش الجنة؟ والله ده انتو ده حاجة تودف ستين. قال هدفنا أهو هو اللي أعلنه، هدفنا نهدم القداسات وعلم الحديث تافه. هذا ما بس انا عايز الناس كلها تسمع بقى دي. نعم. وبعدين بيقول التراث يصيبنا بالعفن، وقال كل الاحاديث بتعارض القران، وقال كلمه خطره جدا اللي عايز يجدد ويدمر الرموز الاسلاميه. بيقول ايه؟ الصحابه خلوا الجهاد وسيله علشان الفلوس الكتير والستات الكتير. عشان الفلوس الكتير يبقى ده اللي يبقى مؤتمن على دين الإسلام؟ ده الصحابة هم نقلت القرآن ونقلت السنة، هم نقلت الدين بالكلية، والتشكيك في الناقل تشكيك في المنقول. إذا كنت أنت بتشكك في الصحابة إجماعا أخذ منك الدين إزاي؟ تنور إيه الله. لا يلا فضيلة الدكتور أشكرك، وصلت إلى نهاية الحلقة لكن الملف كبير. أي نعم. ويحتاج إلى مزيد من النقاشات. لهذه الحلقة جزء آخر بمشيئة الله تعالى نخصصه بحيادية تامة في تناول ما يخص مركز تكوين.